تحية رياضية مشاهدين الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. انطلقت قبل قليل مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ويواجه في هذه الأثناء مانشستر يونايتد الإنجليزي نادي إشبيليا الإسباني على الأراضي الألمانية. نتابع التقرير التالي ونعود للحديث عن نصف نهائي اليوروبا ليج. سيكون ملعب راين إنيرجي ستاديون في مدينة كولن الألمانية مسرحا لقمة مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي ستجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي بإشبيليا الإسباني. ويخوض الشياطين الحمر اللقاء بعد تجاوزهم عقبة كوبنهاجن الدنماركي في ربع النهائي بفوزهم عليه بصعوبة بهدف. أحرزه لاعب خط وسطهم البرتغالي المتألق برونو فرنانديز بمباراة امتدت لشوطين إضافيين، مما يضع أكثر من علامة استفهام على قدرة الفريق على تجاوز إشبيليا القوي وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة بخمسة ألقاب. على صعيد تشكيلة اللاعبين، يخوض اليونايتد اللقاء بصفوف شبه مكتملة، ومن المتوقع أن يعول المدرب النرويجي أولي سولشاير على نجاعة هدافيه الفرنسي أنطوني مارسيال والإنجليزي ماركوس راشفورد للوصول لمرمى الفريق الأندلسي وتحقيق الفوز وبلوغ النهائي، على أمل التتويج بلقبهم الثاني في المسابقة بعد لقبهم الأول الذي حققوه عام 2017 بتغلبهم في النهائي حينها على أجاكس أمستردام الهولندي بهدفين دون مقابل. على الطرف المقابل، يدخل إشبيليا اللقاء بعد أن طاح بولفرهامبتون الإنجليزي في ربع النهائي بفوزه عليه بهدف هداف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس. وتطمح كتيبة المدرب جوليان لوبيتيغي بالاستمرار بنتائجها المميزة في البطولة وتخطي عقبة اليونايتد وبلوغ المباراة النهائية في طريقهم للفوز بلقبهم السادس في البطولة والأول منذ 4 سنوات. ويبدو الفريق الأندلسي في أتم الجاهزية لذلك بتواجد مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تخطي أي فريق، كالهداف أوكامبوس ومن خلفه خط وسط ناري متمثل بكل من الأرجنتيني إيفر بانيغا والإسباني سوسو، بالإضافة للجناح الطائر خيسوس نافاس. وسبق للفريقين أن التقيا في ثمن نهائي البطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، عندما نجح إشبيليا حينها بتجاوز اليونايتد وبلوغ الدور ربع النهائي، وذلك بانتصاره عليه إيابا في إنجلترا بهدفين لهدف بعد أن كانا قد تعادلا ذهابا في إسبانيا من دون أهداف. وللحديث عن نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور محمد أشرف المحلل والناقد الرياضي. فأهلا ومرحبا بك دكتور محمد على شاشة قناة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل مشاهدي القناة الجميلة، وإن شاء الله نقدم لهم وجبة كروية دسمة. أهلين دكتور. دكتور، وصلنا إلى المشهد قبل الختام من البطولة الثاني أهمية بعد الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا. الدوري الأوروبي وصل إلى محطته قبل الأخيرة، الآن تجري مواجهة من العيار الثقيل بين إشبيليا الإسباني حامل لواء الكرة الإسبانية وبين مانشستر يونايتد حامل لواء الكرة الإنجليزية. من سيتأهل إلى المباراة النهائية؟ بعد اللي شفناه في مفاجآت دوري أبطال أوروبا أصبح من المجازفة أن الواحد يقول التوقع، لأن بصراحة المستويات متقاربة، كمان أن المباريات بتتلعب من مباراة واحدة مش مباراتين صعب الدنيا تماما، كمان أن المباريات بتتلعب في شهر 8 وفرق كتيرة مش واخدة راحتها، فأصبحت الأمور صعبة للغاية. أصبح الـ 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 الانتصار هيجي جوه الملعب تفاصيل بسيطة للغاية. امبارح مانشستر سيتي وقدام ليون، مانشستر سيتي ما عملش مباراة كبيرة بس كان ممكن يتعادل بكرة رحيم ستيرلينج تترد تيجي هدف لموسى ديمبلي تقلب الدنيا. فمباراة صعبة، مباراة بدأت من منذ قليل بين كر وفر، مانشستر يونايتد بدأ بيهاجم بعد كده إشبيلية بدأ ياخد المبادرة. اعتقد ان احنا بنتفرج على نصف نهاية الدوري الاوروبي بنكهة دوري الابطال، بنتكلم في اربع فرق، كل الفرق الاربع فرق كسبانين 10 بطولات دوري اوروبي،
3 انتر 5 اشبيليا البطل التاريخي للمسابقه، مره كسب مانشستر يونايتد في 2017، ومره شختار كسب مع لوتشيسكو المدير الفني الروماني العظيم في 2009. فالاربع فرق ابطال قبل كده، الاربع فرق عندهم رغبه كبيره، حتى لا شختار مش فريق مش مغامره سهله على الاطلاق، واعتقد الناس اتعلمت من لايبزيج ومن ليون ان البقاء هيبقى للافضل والاقوى في الملعب. نعم، كما تفضلت دكتور محمد، دعنا نبدأ بفريق فريق. كيف يمكن أن يخوض جولين لوبيتيجي المواجهة الليلة؟ طبعا الآن يلعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي طبعا، وكان قد عبر إلى هذا الدور بعد التغلب على ويلفرهامبتون بتسجيل هدف في الدقيقة القاتلة، الدقيقة 88، عن طريق أوكامبوس الأرجنتيني. إشبيلية طبق أبسط قواعد التدريب لكنه أصعبها في نفس الوقت، وهو جوليان لوبيتيجي مع إشبيلية، وهو إنه إزاي يوصل لتشكيلة مثالية وبعد كده إزاي يثبتها وإزاي يعرف اللعيبة إمتى هنضغط، إمتى نهاجم، إمتى ندافع، إمتى التغييرات. أصبح إشبيلية فريق تقني، يعني كل حاجه فيه بتتعمل بالمزوره. يعني انت بتتكلم في تشكيله كلنا خلاص، اعتقد كل اللي بيتفرجوا على كره القدم حفظ تشكيله اشبيليا. ياسين بونو في حراس المرمى، الحارس المغربي المميز جدا، اللي اعتقد ان اتلتيكو مدريد ندم ان هو مشاه، لانه كان ممكن يبقى خليفه يان اوبلاك او حتى يكون البديل بتاعه. ناباس الباك اليمين الخبير اللي عامل اللي كل ما بيكبر بيحلو، كوندي واحد من اهم اكتشافات الموسم. يعني كوندي لما جه من فرنسا من سنه ما حدش كان يتوقع انه هيقدم المستوى ده، بالرغم ان هو افضل صفقه، يعني اغلى صفقه في تاريخ اشبيليا ب 27 مليون يورو. واشبيليا لما يدفع مبلغ زي ده لازم نعرف ان المنتج اللي هيطلع هيكون فاخر جدا. دييجو كارلوس المدافع المطلوب من ليفربول بقوه، ومانشستر يونايتد ضيع هدف في لحظه سرياليه غريبه، وانا بكلم حضرتك دلوقتي هدف تاريخي، برونو فرنانديز ضيع واتحسبت لهم ضربه جزاء. فماتش حتى صعب، حتى اعتقد ان لو اتحسبت ضربه جزاء لسه هيتم اللجوء للفار، اعتقد ان المباراه هتبقى اصعب واصعب، هنشوف لسه الفار هيقول ايه. فالمباراه صعبت على اشبيليا، لكن اعتقد ان اشبيليا عنده القدره لو دخل في جون ان هو يقدر يهاجم، واعتقد ان مانشستر يونايتد لو سجل هدف هيقاتل بكل قوه علشان خاطر اولا ينتقم من زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه في التقرير ان اشبيليا طلع مانشستر يونايتد في دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 2018، وكمان علشان خاطر يثبت للناس انا الفريق الانجليزي الوحيد اللي مستمر في البطولات الاوروبيه بعد خروج الكل سواء من دوري ابطال اوروبا او من الدوري الاوروبي. نعم دكتور، فعلا مانشستر يونايتد هو الآن كما ذكرنا أيضا يحمل لواء الكرة الإنجليزية، هو النادي الإنجليزي الوحيد، كما هو إشبيليا النادي الإسباني الوحيد اللذين بقيا في المنافسات القارية. أيضا مانشستر يسعى لإنقاذ موسمه باعتباره لم يحقق أي شيء على الصعيد المحلي، فقط أحرز المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى تشامبيونز ليج الموسم المقبل. هي وحضرتك بتسألني السؤال ده، في ضربة جزاء بالفعل لمانشستر يونايتد وهيلعبها برونو فرنانديز اللي هو الاختصاصي في ضربات الجزاء، اللي هو من ساعة ما لعب ما ضيعش ولا ضربة جزاء، والهدف الأول لمانشستر يونايتد برونو فرنانديز لعبها بطريقته، واعتقد ان المباراه هتحلو والناس هتستمتع اكتر بالمباراه. اشبيليا مش هيقعد ورا، لا هيحاول انه يهاجم ويحاول ان هو يعوض الهدف. مانشستر يونايتد خلينا نتفق ان سولشاير قدر ان هو يوصل لطريقه لعب نهايه الموسم، قدر استفاد قوي من عوده بوجبا، استفاد جدا من وصول برونو فرنانديز، بدينا نشوف جرين وود. مع الفريق لما بيثبت والمدرب بياخد الثقه بنفسه بيبدا يطلع مواهب كويسه، وفر كتير على مانشستر يونايتد في جلب جناح يمين، وان كان ممكن مانشستر يتعاقد مع جناح يمين بعد فشل صفقه سانشو، لكن جرين وود حتى الان ما قصرش. فرنانديز، راشفورد، مارسيال،
تخلوا عن مزاجيتهم كثيرا، فأصبحنا نشاهد مانشستر يونايتد بحلة قوية، مش هنقول مثالية، لكن مانشستر يونايتد هيفضل مانشستر يونايتد الفريق المميز، الفريق الكبير. النهارده فريد بيلعب لأن ماتيتش لسه راجع من الإصابة، ومكتوموناي نفس الكلام، وفي الدفاع حافظ على ليندولف وماجواير وفان بيساكا واللاعب الشاب الصاعد ويليامز، واعتقد انه اختيار كويس لانه علشان خاطر يمكن يحرك شويه لوكا شو اللي متذبذب، مره يبقى كويس ومره يبقى لا، مره يبقى مصاب مره يبقى مدلع. فانا اعتقد ان سولشاير وصل بالفعل مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح، فاضل انه يبدا يخلق لمسه ابداعيه في الفريق، فاضل ان هو يزود الثقه للفريق. واعتقد ان هم لو كسبوا الدوري الاوروبي، اعتقد مانشستر يونايتد السنه الجايه هيبقى فريق خصم شرس جدا في الدوري الانجليزي، ما اعتقدش انه هيبقى بسوء المواسم الماضيه. نعم دكتور محمد، سولشاير بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، من المربع الذهبي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضا صفر اليدين من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، توعد بأن يحقق الانتصار في مباراة الليلة ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ويصفر بلقبه الثاني في البطولة. هل يمكن أن يحقق الشياطين الحمر هذا اللقب خاصة بعد تقدمهم الآن كما أسلفت؟ التقدم طبعا اكيد هيزود فرص مانشستر، لكن المباراه صعبه، اشبيليا هيلعب باقصى ما يمكن، ومانشستر يونايتد هينتظروا خصم صعب، انتر ميلان لو عدى شختار، وان كان شختار برضو من الفرق اللي هيبقى ليها فرصه، لكن مانشستر يونايتد خصم قوي جدا. يعني كثير من الخبراء شايفين ان مانشستر يونايتد هو صاحب الفرصه الاقرب، لكن هنشوف نهايه مباراته مع اشبيليا، هل هيقدر يحافظ على تقدمه ولا هل يقدر اشبيليا ان هو يعمل كومباك سريع على مانشستر. هي حلاوه المباراه ان الفريقين عندهم نجوم كبار، والفرقتين يقدروا كل فريق منهم يقدر يجرح التاني، وانا اعتقد ان احنا هنتفرج على مباراه مميزه وممتعه للغايه، الانتر ومانشستر النهائي بيحلم بيه الاتحاد الاوروبي، علشان خاطر انت عارف لما كل ما الفرقتين اللي بيلعبوا في النهائي عندهم جماهيريه وشعبيه وقيمه تسويقيه، كل ما تقدر تسوق المباراه، كل ما تقدر الجمهور يشوف اكتر، وده بيخلي فيه اعلانات اكتر. فاعتقد ان النهائي الحلم لعشاق كره القدم، او مش لعشاق كره القدم، كل واحد بيبقى ليه تشجيعه، النهائي الحلم للاتحاد الاوروبي اعتقد ان هو انتر ويونايتد في الدوري الاوروبي، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الابطال، بسبب قصه القيمه الشعبيه، بسبب كميه النجوم، لكن ايضا اشبيليا فريق لا يستهان به. نعم دكتور، لا يستهان به، ولكن أن يتلقى هدف في وقت مبكر ومن ركلة جزاء، ألا يصعب هذا الهدف الأمور على لوبيتيجي ويضرب خططه بعد تلقي الهدف المبكر؟ أنا أتفق مع حضرتك، لأن هو لو أكيد هيغامر مع الوقت، ومانشستر يونايتد عنده لعيبة سريعة تقدر تعمل التحولات السريعة، يعني يقدروا يعملوا هجمات مرتده سريعه، ولو قدر مانشستر يونايتد يستغل سرعه مارسيال وراشفورد وجرينوود ممكن يأذي خط دفاع اشبيليا. الهدف فعلا اربك حسابات لوبيتيجي، وبيحاول اشبيليا ان هو يستعيد المكانه وبسرعه، لان لو اتاخر، كل ما بتتاخر اشبيليا في التعادل، كل ما فرص مانشستر يونايتد بتكبر. مانشستر يونايتد في النهايه عنده لعيبه كبار تقدر ان هي تحافظ على النتيجة، لكن لسه أنا أعتقد أن لسه المباراة فيها كلام، وهنشوف خبرات بوجبا مع اندفاعية وحيوية برونو فرنانديز هتعمل إيه في نص الملعب. نعم دكتور، برأيك أنت تعلم أن لوبيتيجي درب المنتخب الإسباني وكان تدريبه رائع للمنتخب الإسباني، وأيضا درب ريال مدريد والآن يشرف على تدريب إشبيلية، هل يمكن بحنكته التدريبية أن ينقذ إشبيلية من الخسارة ومن الإخصاء من البطولة المفضلة للنادي الأندلسي؟ هو احنا مبدئيا لازم نتفق ان مهما انت كنت بطل تاريخي في المسابقه، لو انت مش جاهز 100% اكيد ممكن الامور تفلت منك. يعني ريال مدريد بطل تاريخي في دوري ابطال اوروبا، وخسر من اياكس وطلع من مانشستر سيتي في مسكتين، فهي ملهاش علاقه ان اشبيليا بطل تاريخي. لكن
اهم ما يميز جولي لوبيتيجي انه بيعرف يقوم بعد الانكسار، يعني بعد ما طلع من ريال مدريد طلع بقى شبه فضيحه، خساره من برشلونه 5-1 بدون ميسي كانت ازمه عنيفه للغايه، وبالرغم من كده انه قدر يفوق نفسه، لقي نفسه مع اشبيليا، ممكن ما يكونش مدير فني تحت الضغوطات العاليه كبير، لكنه مع اشبيليا بصراحه عامل موسم خيالي، قدر يصنع فريق ممتاز جدا لاشبيليا، مركز ثالث في الدوري الاسباني، الوصول لنصف نهائي الدوري الاوروبي. فانا اعتقد اشبيليا حقق المراد في هذا الموسم، انك انت توصل لدوري الابطال ده شيء كويس، انك انت ترفع من القيمه التسويقيه للاعبين زي اوكامبوس، تقدر ترفع القيمه التسويقيه لكوندي، لدييجو كارلوس، كلهم لعيبه قيمتهم التسويقيه كبرت، قدرت تستغل عناصر الخبره في الفريق زي فرناندو وزي خيزوس نافاس، واعتقد كل دي امور تحسب للوبيتيجي، حتى لو طلع من مانشستر يونايتد برضه هذا لا يمنع ان لوبيتيجي عمل جيد. اكيد الفوز بالالقاب هو اللي بيزين مسيره المدرب، لكن اعتقد ان تقييم اشبيليا ممكن ما يبقاش بنغمه الابطال، وهو بداوا يمسكوا كوره، لوكاس وكامبوس تصدر تسديده سد تسديده ممتازه، لكن ديفيد دخيا استعاد ذكريات ديفيد دخيا اللي احنا كنا نعرفه واللي بنحبه، صد تصدي رائع جدا. لا مباراه تبقى صعبه يا صديقي، يعني اعتقد ان لسه طبعا صعوبة المباراة وإثارتها من مصلحة الجماهير وعشاق الكرة العالمية. بالمقابل دكتور محمد، يعني سولشاير كأنه بدأ يتلمس الطريق الصحيح بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد، لم يخسر منذ زمن بعيد، وأيضا وبعض المتابعين والمحللين يصفون المان يونايتد بأنه نادي محظوظ، أكثر الأندية حصولا على ركلات الجزاء الترجيحية التي بفضلها عبر الفريق إلى ما وصل إليه حتى الآن. ماذا تقول دكتور محمد؟ سيميوني قال جملة عبقرية في قصة ضربات الجزاء، لما بتسأل عن، لأن ريال مدريد نفس الكلام بيتحسب له ضربات جزاء كتيرة في الدوري الأسباني، فقال انتوا ليه واخدينها بالمنطق دو، ما تقولوش ليه ان الفريق اجتهد بشكل كبير ولعيبته بتوصل لمنطقه ال 18 فبيخلوا الخصوم ترتكب اخطاء فبيضطر الحكم انه يحسب ضربه جزاء. انا ما اعتقدش ان مانشستر يونايتد محظوظ، لو محظوظ ما كانش حصل لمانشستر يونايتد من 2013 لغايه دلوقتي كل اللي حصل له هو. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لما تيجي تربط بين مانشستر يونايتد والميلان كلها فرق ادت اداء رائع الفتره اللي فاتت، احنا اكيد او عشاق مانشستر يونايتد او عشاق كره القدم خايفين ان سولشاير يكون مدرب جديد فقط عندما لا يكون تحت الضغوط، لكن لما بيكون تحت الضغوط الوضع بيبقى معقد شويه. فمانشستر يونايتد من ساعه ما مشي فيرجسون حتى مع ديفيد مويس كنت بتلاقي فترات فيها استيقاظ وصحوه ونبدا نقول لا الفريق قرب، وبعد كده الفريق بينتكس. المفترض ان الفريق في الطريق الصحيح، لان هو بقى في سيستم لعب، بقينا نشوف لاعب زي جرين وود واخد فرصته، بوجبا بدا يستعيد الموهبه بتاعته، بدا يستعيد شخصيته، برونو فرنانديز قدر ان هو يثبت نفسه في اول نص سيزون في دوري زي الدوري الانجليزي دوري صعب. فكل دي امور بتخلي جمهور مانشستر يتفائل، مش هيحصل اسوء من اللي حصل في مانشستر. التاهل لدوري ابطال اوروبا اكيد فتح نفس عشاق مانشستر يونايتد، لا احنا لسه على قيد الحياه، احنا نقدر نشتري، يعني لما مانشستر يونايتد في الصفقات يقدر يدوس يقدر يجيب اي لاعب. مانشستر يونايتد جاب دي ماريا، جاب فالكاو، جاب بوجبا وهو ما بيلعبش في دوري الابطال. فمانشستر يونايتد فريق تاريخي، فريق عظيم، يقدر يعمل بس بشيء من الاستقرار. فلازم مانشستر يونايتد يرجع، لان ليفربول رجع، مانشستر سيتي منافس قوي، ارسنال لا الوضع الاداري بدا يتحسن، ارتيتا بدا بعيدا نشوف ناس بتمشي، سناليه المدير الرياضي للنادي اللي قعد سنتين مع جازيدس وفي الاخر بدا يمشوا، كلهم مشوا من. نعم دكتور محمد، فعلا مواجهة ستكون
محفوفة بالمخاطر ولن نعرف النتيجة إلا مع صافرة نهاية المباراة التي تجمع الآن بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيليا الإسباني. مانشستر صاحب لقب سابق في البطولة 2017، إشبيليا أحرز اللقب في رقم قياسي 5 مرات في آخرها كان عام 2016. نعم محمد، الدكتور محمد، قبل أن نمضي إلى المباراة الأخرى التي ستجمع غدا بين إنتر ميلان وشاختار دونيتسك الأوكراني، توقعاتك لمواجهة الليلة؟ مش قادر لسه، ممكن لا ممكن اشبيليا يرجع في النتيجه، يعني ما اقدرش اقول بقى، برغم ان مانشستر يونايتد يعني زي ما قلت لحضرتك قصه التحولات السريعه اكتر من كوره خطيره على دفاع اشبيليا، لكن اشبيليا ممكن يعني يقدر، لكن الامور كلها ماشيه في طريق مانشستر يعني اشبيليا. لكن لو هدف جه هنبدا نشوف بقى مانشستر يونايتد هيقدروا يتعاملوا مع الضغوط ولا لا. هي مباراه صعبه بس نقدر نقول حاليا ان نسبه 60 40 صالح مانشستر يونايتد. نعم الدكتور، نمضي إلى المباراة الثانية وغدا أيضا قبل المشهد الأخير، إنتر ميلان الإيطالي يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني في نصف نهائي الآخر، توقعاتك وكيف يمكن لتلاميذة أنطونيو كونتي الدخول إلى المواجهة، وهي فرصة لاستعادة هذا النادي البريق الوهاج الذي افتقدوه في المواسم السابقة؟ الكليشيه السهل البسيط ان احنا نقول الانتر هيصعب، لكن هي مباراه صعبه جدا. اولا شختار السنه دي في يعني الناس توقعت ان بعد ما فونسيكا مشي المدير الفني وراح لروما ان الامور هتبقى صعبه، خصوصا ان هو جاب مدرب برتغالي ما كانش معروف قوي اللي هو كاسترو. بعد كده اكتشفنا لا، ان الفريق بيقدم اداء كويس، ان شختار اصلا بيجيد اللعب في الدوري الاوروبي، عنده سرعات رهيبه، عنده لعيبه برازيليين شباب، تشكيله فيها حتى عناصر خبره، لاعب زي تايسون من اللعيبه اللي بتقدر، كان ليها ومضات كتيره في مباريات دوري الابطال، فلا وحتى بياتوف الحارس العظيم الاوكراني اللي ليه خبرات كبيره وكان بيلعب في كؤوس عالم ويورو، فلا ماتش صعب جدا. والانتر ما اعتقدش ان كنت برضه هيستخف لانه اكيد اتفرج كتير على مباريات شختار، لكن هتبقى مباراه المفترض ان هي في صالح الانتر. الانتر نفسه يتوج بلقب اوروبي لاول مره من 2010، ففرصه تاريخيه ان الانتر بصراحه كان مشواره اقل صعوبه من اشبيليا ومانشستر يونايتد. يعني اشبيليا كان بيلعب روما، بيلعب ولفرهامبتون، بيلعب مانشستر يونايتد، في المقابل انتر ميلان كان مشواره مع ختافي فريق مقبول جدا وفريق من الفرق القويه، لكن اكيد مش هيبقى بصعوبه مسيره اشبيليا او مانشستر. لعب مع ليفركوزن برضه فريق مقبول وقوي، لكن في النهايه الكوره الدوري الاوروبي حابب مانشستر الانتر. هل هيستمر حبه وهنشوف قوه دفاعيه، هنشوف لوكاكو متالق زي كالعاده، هنشوف باريلا المتالق، هل يستعيد بروزوفيتش البريق بتاعه؟ السنه دي بروزوفيتش بيقدم واحد من اسوأ مواسمه، في كلام كتير انه ممكن يمشي. هل اريكسن هيفضل على الريتم بتاعه لما بينزل يقبل المباريات ولا هيزهق لما بيقعد على الدكه؟ كنت اعتقد ان قرب قوي اريكسن من ان هو ينال ثقه المدير الفني الايطالي انطونيو كونتي. كونتي نفسه عاوز يكسب البطوله علشان يخلص من قصه اللعنه الاوروبيه ان هو مدرب محلي فقط، فمباراة هتبقى صعبة. وإن كنت أعتقد إن عشاق كرة القدم اللي عايزين نهائي قوي، عايزين يشوفوا مثلا مانشستر إنتر أو إشبيليا إنتر، فهنشوف مباراة تبقى ممتازة. إنتر ميلان كونتي الفترة اللي فاتت أو الماتشات اللي فاتت كلها بيعتمد على نفس التشكيلة تقريبا، سامير هاندانوفيتش في الحراسة، في الدفاع تم استبعاد سكرينيار، ما بقاش يلعب اساسي، يمكن لعبه كام دقيقه في مباراه ليفركوزن، وفي كلام انه هيتباع، خصوصا لان كنت مقتنع ان سكرينيار مبطئ منظومه الدفاع، برغم ان سكرينيار قوي لكن هو شايف انه عنده مشاكل تكتيكيه، دي من وجهه نظر كونتي. لكن شايفين باستوني طالع بقوه الصاروخ، واحد من المدافعين اللي من افضل مدافعين العالم، شايفين ديفري عامل موسم خارق مع الانتر وكسب جائزه افضل مدافع في الدوري الايطالي، طبعا جودين بخبراته هو بطل المسابقه بطل الدوري الاوروبي كسبانها مع اتلتيكو مدريد مرتين،
ودييجو جودين من اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره، ولما لعب كان يمكن نعم ليه اخطاء بس مش اخطاء قاتله. اعتقد ان منظومه مع بروزوفيتش يمكن يستعيد مستواه، باريلا، جاليارديني المجتهد بدنيا لا اكثر ولا اقل، اشلي يونج عنده خبرات كبيره ولما بينزل بصراحه بيبقى اداؤه مميز، مع تالق لوكاكو اللي اصبح ظاهره الكره القدم مش الايطاليه بس، العالميه السنه دي. وانا في رايي ان لوكاكو هو افضل مهاجم في العالم حاليا برفقه روبير ليفاندوفسكي. نعم دكتور، أيضا شاختار دونيتسيك تجاوز عقبة بازل السويسري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قدم نفسه كمنافس قوي للظفر بالنسخة الأوروبية الحالية. هل يمكن أن يرفع الراية لفريق النيراتزوري ويستسلم، وخاصة هو فريق قدم بقوة كما ذكرنا وتغلب على بازل السويسري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد؟ لا لا، هو مش بالعكس، هو هيبقى داخل المباراة بضغوط أقل، يعني ممكن إن هو يبقى لما بيلعب من غير ضغوط أو ضغوط أقل كل الناس شايفة إن الإنتر هيكسب، لكن ممكن دي تبقى في صالحه. الآن نتيجة بازل وشختار نتيجة يمكن خداعة شوية، يعني شختار فريق بيهاجم بيعمل تحولات سريعة من دفاع الهجوم بشكل كويس جدا، عنده سرعات غير طبيعية دفاعية من اللعيبة كويس، لكن دفاعه أيضا فيه مشاكل. يعني روي كاسترو من المدربين اللي بتحب تهاجم، وواحد واحد اشبيليه زي ما قلت لحضرتك ممكن يعمل حاجه، واحد واحد سوزو سجل هدف رائع جدا. لا مباراه تبقى حلوه قوي، يعني مباراه كانك بتتفرج على نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. فشختار من الفرق، مش من الفرق اللي بتدافع، ما بيحبش يدافع، فالوضعية دي لوكاكو بيحبها جدا، ان هو يلعبوا كور عالية وكور طولية، وممكن اريكسن الشوط الثاني يقدم اداء مميز جدا. فانا اعتقد ان ممكن الانتر يستغل الاخطاء الدفاعية الكبيرة اللي في صالح اللي في خط دفاع شختار، ويصعد الانتر في النهائي، لأن الإنتر برضو كرة القدم الإيطالية برضو مهما كانت بتعاني أكيد بيبقى نعم فيهم أهداف دكتور ذهبية. نعم دكتور، فعلا هذه متعة كرة القدم، وما يجري الآن في الأراضي الألمانية بين المان يونايتد وإشبيليا خير دليل على ذلك. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد أشرف المحلل والناقد الرياضي، كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. تحياتي لحضرتك، وحتى نلتقي في حلقات مقبلة تقبلوا تحيات كادر برنامج الرياضة اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء. الحيادية المهنية والسرعة في نقل الخبر. أينما كنت وفي أي وقت كان أصبح بإمكانك تصفح كل